كل عام يجينا رمضان وكل عام يجيب الرحمة ديالو معاه، وكل عام دراري ورو لسانهم باش يشوفوا شكون صام شكون ما صامش. كل واحد لقى كيش يصبر روحه. صح صح سهلة ساعة نكونوا شوية مقلقين. وتاني رمضان هو شهر الخير التوبة والغفران. وكل عادة بعمرها اللي يحبوا يقضيوك بالآداب. هيا قريب نسيت روحي الماكلة تاعي ما يتسنى فيها. صح فطوركم. يحلى رمضان مع جيزي كلاسيك ل 400 دينار، استفيد من 400 دقيقة مجانا.